خلال كلمة المملكة العربية السعودية أمام القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف، أكد معالي محافظ حياة الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات الدكتور عبد العزيز بن سالم الرويس أن المملكة من خلال رؤية المملكة 2030 فتحت أبواب المستقبل لمواطنيها وهيأت بيئة الريادة والابتكار مدعومة بالمكانة التي تحظى بها في العالمين العربي والإسلامي، وبكون اقتصادها واحدا من أكبر 20 اقتصادا عالميا. المملكة العربية السعودية تشارك على نحو فاعل في المؤسسات الدولية ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وليس أدل على ذلك من حضورها الدائم في قلب أي توجهات استراتيجية تعنى بتعزيز استخدامات التقنية وتعزيز فرص انتشارها وتعظيم دورها في دعم التنمية لرفاهية الشعوب. وستواصل المملكة العربية السعودية من خلال عضويتها في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات وكذلك في لجنة تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية تعزيز تلك الجهود ودعم كل ما من شأنه تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات. أكد الأمين العام للاتحاد الدولي ورئيس المؤتمر الدولي للقمة العالمية لمجتمع المعلومات التزام المملكة بالمشاركة الفاعلة في المؤسسات الدولية ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأكدت المملكة أنها ستواصل من خلال عضويتها في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات ولجنة تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية تعزيز الجهود ودعم كل ما من شأنه تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات. نحتفل بمشاركة المملكة العربية السعودية في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وتأتي هذه المشاركة امتداداً لاهتمام المملكة بعمل المنظمات الدولية والحضور بفعالية والمشاركة كذلك في كافة أنشطتها. في هذا اليوم كما تعلم المملكة العربية السعودية حصلت على إحدى الجوائز المهمة في جوائز القمة العالمية، وكما حصلت على 7 شهادات تميز حصلت عليها جهات حكومية وأكاديمية منها وزارة البيئة والمياه والزراعة وكذلك شركة أرامكو، بالإضافة إلى جامعة الملك سعود وجامعة المجمع. يعقد منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات للعام 10 على التوالي، وتعد المملكة هذا العام شريكا استراتيجيا في تنفيذ مخرجات القمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ولاعبا أساسيا في تعزيز ثقافة التمييز والإبداع في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات على المستوى الدولي. المملكة العربية السعودية تشارك على نحو فعال في المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الاتحاد الدولي للاتصالات، جنيف.